هو ايه اللي بيحصل في البيت ده يا حاج؟ ازاي سمر تسافر سينا كده واحنا ما نعرفش؟ تقدري تقولي لي ازاي اللي حصل بقى؟ المهم يا ايهاب انت رحت لها يا ابني؟ انا ما بروحش الاماكن المقرفه دي، يوسف هو اللي راح. انا كلمتهم في التليفون. يا ايهاب ايه اللي حصل لسمر؟ امن الدوله كانوا عايزينها ليه؟ لا الحكايه دي الحاج اللي هيقولها لكم بنفسه، هو عاملها لكم مفاجاه. انا ما كنتش مرتاحه للحكايه دي، وانت يا وليه اللي زقتي على السفريه مش كده؟ والله ابدا انا رفضت، لكن هي اللي اصرت ان انا. لكن ايه؟ لكن ايه؟ ما انتوا سركوا مع بعض ولا هتكدبي؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا ما بكدبش وانت عارفه كده كويس. بس اهي بس بست اتزنقت مش كده؟ خلاص بقى خلصنا بقى. الله، دلوقتي المهم ان احنا نطمن عليها، ارجوك عشان خاطر طمني عليها يا ايهاب. يلا خلاص خلصنا، الحاج زمانه على وصول. نهار اسود، استرها يا رب. انت عايزه تفهميني يا حاجه ان سمر سافرت سينا وانت ما تعرفيش؟ الحمد لله على سلامتك يا سمر. ما عملوا فيكي ايه؟ طب تحب تسندي عليا؟ تسند ايه؟ غور من وجهي. سمر يا حبيبتي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا سمر. أنا مش عايز أسمع حس بالبيت ده. هما ما بيردوش ليه؟ أنا طالعة فوق. رايحة فين؟ رايحة فين؟ طالعة أشوف إيه اللي بيحصل. لا مالكيش فيه، مالكيش فيه. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه بصتك دي؟ بصتك دي مش عجباني خالص على فكرة. أنت لسه شفتي حاجة؟ إيه؟ خفت أنا بقى صح؟ أنا طالعة أشوفهم. تعالي قلت لك. ما تطلعيش أنت يا مرات أبويا، ما تطلعيش أنت دلوقتي، ما تطلعي ارتاحي هنا، ارتاحي، ارتاحي. يا ترى إيه اللي بيحصل؟ أنت يا سمر، أنت تخرجي من ورايا وتروحي مع شبان في رحلة، وبعدين تروحوا في أماكن مشبوهة. أنا آسفة يا بابا، ما تزعلش مني، أنا آسفة والله ما هعمل كده تاني يا بابا. طب يا بنتي بالراحة، إذا كان في حاجة حصلت وأنت اتكسفتي تقوليها في الحقيقة قوليها لي، أنا أبوكي وأعرف أحميكي. يا بابا أنا كل اللي حصل قلته هناك في التحقيق، إحنا وصلنا هناك بعد الظهر، ولما حسيت إن في حاجات غلط بتحصل خدت شنطتي ومشيت بالليل. والله يا بابا حاجات غلط بتحصل. حاجات إيه بقى؟ حد مثلا ضايقك؟ لا يا بابا اطمن، انا كويسة والله العظيم كويسة يا بابا. وبعدين يا بنتي ازاي تخرجي تروحي كده في اي مكان؟ ده انت عمرك ما خرجتي من غير اذني. والله يا بابا انا كنت عايزة اقول لحضرتك، قلت لدلال توصلت لي عند حضرتك وهي قالت لي روحي. يعني دلال قالت لك تروحي من ورايا؟ يا بابا والنبي ما تزعل مني يا بابا، انا اسفة والله العظيم اسفة، ما تزعلش. دلال دلال انت فين؟ اصحي قدامي. يا سيد في ايه؟ انت كنت فين؟ كنت قاعدة مع امي تحت. مالك بتزعق كده ليه؟ خير؟ بتزعق كده ليه؟ هيجي منين الخير؟ استنى بس، فينها دواء يا اخويا؟ هي دلال عملت ايه؟ دلال مفيش دعوة. انت راس الحية. فوري. ايوه. تعالي هنا. تقدري تفهميني انت ازاي تروحي لست ما تعرفيهاش وتقفي تردحي لها وتقولي لها تبعد عني؟ اسميه ايه ده؟ هي سخنتك عليا الحربايه صح؟ طيب دلوقتي انا اقول قدام الناس ايه؟ هيقولوا ان انا مش عارف اشكم مراتي؟ يا سيد انت فاهم غلط. فاهم غلط؟ طيب هفوت لك دي. انما انت دلوقتي ازاي تطلبي من بنتي انها تسافر من غير ما تاخد اذن مني؟ اسمي ده ايه؟ وايه يعني يا سيد اما تسافر؟ ما كل البنات في سنها بيعملوا كده، انا نفسي كنت بعمل كده. انت نفسك ده ايه؟ وانت مين؟ انت عايزه تعملي نفسك زي بنتي؟ ابوس ايدك يا سيد، ابوس ايدك، سيبها حرام عليك بقى. خلاص يا سيد انا اسف، انا غلطانه مش هعمل كده تاني. في يا حاج الله ما تفهمنا في ايه اللي بيحصل؟ انت تخلص هنا خالص، انت حسابك بعدين. قلت لي غلطانه كويسك اعترفت انك غلطانه، وانا ما عنديش الغلط ده غير حل واحد. يلا يا لهوي، 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 يا لهو
قوي ها؟ ما انت لو كنت بتحبها ما كنتش عملت فيها العمله السودة دي. وبعدين بقى انت هتفضحينا ولا ايه؟ يا بابا بابا عشان خاطري خش معاها بابا ما تسيبهاش معاها. لا لا بلاش بلاش بلاش. ماكو حطها في الدولاب. مفيش اخبار من المستشفى؟ لسه ربنا يستر. عرفت كمال عمل ايه مع ابوه؟ ايه؟ رفع عليه قضيه بالشيك اللي معاه. بصراحه حقه ربنا ينصره. يعني انت موافق على اللي عمله كمال يا وحيد؟ طبعا. كمال لما اتسرق انا كنت معاه واللي سرقه يوسف وسيد. مستني ايه من كمال غير انه يدافع عن حقه؟ يدافع عن حقه. برافو وحيد، حلو الكلام ده قوي. بتتريق؟ اه طبعا بتريق. لما انت سخن قوي كده في الكلام عن كمال وعن حقه، ما بتدافعش انت ليه عن حقك انت كمان؟ انت عارف يا وحيد لو الحاج جراله حاجة بكرة الصبح ايه اللي هيحصل؟ اللي هيورث فيه اربعة، يوسف وكمال وانا وسمر. وانت بقى تعمل ايه؟ هتعيش في الشارع؟ انا غير كمال. ليه ان شاء الله؟ ناقصك ايد ولا رجل؟ انت عارف انا لو في الوضع اللي انت فيه ده كنت عملت ايه؟ كنت ولعت في الدنيا دي كلها ولا ان حد ياخد حق من حقوقي؟ ما عملتش كده في حقك ليه؟ ما انت شايف يوسف معاه فلوس كتير وابوك جاب له شبكه بملايين وانت ما حلتكش غير عربيه. عارف ليه يا وحيد؟ لاني عارف ان هورث فيه. بعد ما يموت هقعد انا اخواتي هنا ونتحاسب. انما انت بقى تقدر تقول لي يا وحيد صفتك ايه في البيت ده؟ اخوك. وايه اللي يثبت؟ انت اللي بتقول كده؟ ما انت شفت بعينك الورقه العرفي كمال وريها لك. يا وحيد انا عايزك تدافع عن حقك بكل قوتك. اعمل اي حاجه، المهم تاخد حقك من ادخن تخين في البيت ده. اعمل لك حاجه قبل ما انام؟ لا روح نام يا وحيد، نام على طول. مش عايزك تفكر في اي حاجه من اللي قلتها لك. واضرب الدنيا 60 صرمه. انا اسف اني نبهت.